كلمة الختام طبعا أستاذ عوض، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة تانية من برنامج افتخر بمنتك قناة الصحة والجمال، قناة الشباب اللي بنشكرها في آخر حلقة لينا، ودي بنقولها برضو لكل متابعينا، إن شاء الله يكون ختامه مسك. مبادرة افتخر بمنتك على مدار 17 حلقة قدمنا لكم المثل القدوة من الشباب من جميع المحافظات لكل المهن التجميلية والفنية والرياضية والثقافية. كل أقاليم مصر كانوا معانا هنا، من الصعيد، من اسكندرية، من بحري، من طنطا، من الغربية، من كل ربوع مصر. جبنا لكم شباب مثل وقدوة فعلا في كل المهن، ودايما كنا معاكم الزراع الإعلامي لمهنة الكوافير والتجميل على مدار السنة اللي فاتت في مبادرة افتخر بمهنتك. ومعانا النهاردة
لولا هذا الشخص ووجوده مع تيم عمل مبادره تفتخر ببنيتك، المؤسس المبادره مستر عوض صبري، بنرحب بحضرتك. اهلا بيك، منورنا. اهلا بيكم. افتخر ببنيتك، دايما بنقدم لكم كل جديد في عالم الموضه وعالم الجمال وعالم الفن. معانا زميلتي شيماء عزام، اتفضلي. مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا. يا رب يكون البرنامج بتاعنا يعجبكم، ويا رب تكونوا سعداء زي ما احنا سعداء بوجودكم معانا. دايما بنقدم لكم الجديد، بنقدم لكم صيحات جديده، حاجات جديده تعجبكم. ومعانا استاذ عوض. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك، وان شاء الله اكون اسعدت الناس في البرنامج، وان شاء الله نبتدي معاهم موسم جديد في السنه الجديده بشكل جديد، ويا رب يعجبكم. عايزينك تشرح لنا يا استاذ عوض مرور 17 حلقه. والله مرور 17 حلقه كان عمل كويس. التيم اللي كان معايا برضو كان مساعدني، وفي كذا مهنه طلعت معايا برضو كانت مشجعاني استمر في البرنامج، وتيم العمل برضو ليه جميل كويس، ما نقدرش ننكر في ناس افاضل كانوا معايا في البدايه بتاعت البرنامج، والبركه فيكم. نشكرهم بالاسم طبعا، ميسيو محمود السرسي، الاعلاميه الجميله ايمان حجازي، الاستاذه غاليه محمد، كلنا بنكبر مع بعض، ايد لوحدها ما بتسقفش. احنا دايما بنكون ايد واحده في اي عمل مهني يخص مهنه الكوافير والتجميل، وكنا زراع اعلامي، والكاميرا بتاعتنا ما كانت موجوده في اسيوط، موجوده في اسكندريه، موجوده في طنطا، موجوده في جميع ربوع مصر فيما يخص مهنه الكوافير والتجميل. ومع تاسيس مبادره تفتخر بمهنتك لكل المهن، استضفنا الشيف، استضفنا المحامي، استضفنا المستشار، استضفنا مجالات كتير، كل المهن ظهرت قدامكم على خلال 17 حلقه بنقدم فيها المثل والقدوه. ونرجع لمستر عوض صبري، الفكره الفتره الاخيره في السنه اللي فاتت دي شفنا تطور كبير، ايه الصعوبات اللي انت واجهتها في البدايه؟ والله الصعوبات اللي انا واجهتها في البدايه ان ما كانتش الناس متوقعه ان البرنامج ده هيستمر. بعون الناس اللي كانوا موجودين معايا، الاستاف طبعا عماد شبل انت اول واحد، تمام يا فندم، ومدام ايمان حجازي، والاستاذ محمود السرسي، ومدام رندا ابراهيم، وغاليه محمد، دول اللي كانوا معايا كده في البدايه بصراحه، وطلعت السلم معاهم واحده واحده، والحمد لله بعد ما كنت 17 سنه بختم 17 17 سنه فعلا. هم 17 ايوه 17 سنه 17 حلقه، وبنختمها النهارده ان شاء الله ب 17 عشان نبتدي سنه جديده بشكل جديد في 2020. استاذ عوض عمل لنا حفله حلوه جدا عشان يكرم فيها ناس كتير قوي تعبوا معانا واجتهدوا معانا كتير، واكيد شرف لينا طبعا الحفله اللي حضرتك هتعملها. اشرح لنا بقى حضرتك ليه هتعمل الحفله دي. الحفله دي هنعملها عشان اكرم مؤسسين واعضاء مبادره تفتخر بمهنتك، اللي هي في الاساس اول حفله كان ليها كان 26/8. دول الناس اللي وقفوا جنبني واتجمعوا وعملنا بهم مبادره، ودول انا مجمعهم ان شاء الله 30/12 عشان اكرمهم. طبعا احنا بنشكرهم بالاسم من كل محافظات مصر في مجال الكوافير والتجميل، وطبعا بنرحب بكل زمايلنا وكل المهن للمواهب الفنيه والشعر وكل مجال مهني يفتخر بشغله ويحب يكون موجود معانا في حفله الجوكر 30/12 على الباخره السياحيه نايل سوبريم على كورنيش المعادي امام فندق اللؤلؤه. ان شاء الله يبقى تجمع شبابي من 11 صباحا ل 12 مساء، وفقرات فنيه وفقرات ترفيهيه، يوم عائلي. احنا طبعا مهما نتكلم ونقول على مدار ال 17 حلقه وتيم عمل وما خلف الكاميرات من فريق عمل قناه الصحه والجمال، مشكورين كل ما وراء الكواليس، بنشكرهم فعلا المجهود مبذول خلال 17 حلقه قدمنا فيهم شباب من كل محافظات مصر اسما وقولا وفعلا قدوه ومثل للشباب. ونرجع لمستر عوض صبري. اتفضلي. ايه رايك في الناس اللي ظهرت معانا؟ يعني الناس اللي ظهرت معانا ومصداقيه ان هم يطلعوا معانا ووافقوا ان هم يقدموا شغلهم يعملوا حاجات جديده، ايه رايك؟ طبعا انا بشكر مدام رشا ومدام رحاب محمد وحضرتك ان كنتوا وقفتوا جنب مننا وظهرتوا معانا في البرنامج بشكل لائق
والحمد لله بيكو البرنامج بقى ظاهر للناس. فكرة المبادرة يا أستاذ عوض ككل المهن، كنت حضرتك طبعا في الكواليس واحنا طبعا احنا بنتكلم مع تيم العمل، فكرة الجروب اللي انت عايز تأسسه لكل المهن اللي احنا نخدم بعض من خلال الجروب ده، المحامي والسباك والكهربائي والنقاش والكوافير، كل المهن فعلا حلوة جدا وعجبتنا كلنا. هو اشرح لنا هو بس في مفاجأة بس عايز اقول لكم عليها، ان انا ان شاء الله هسجل مبادرة تفتخر بمهنتك واعمل لها ابلكيشن ان شاء الله يضم جميع المهن يخدموا بعض من خلال الابلكيشن، بحيث يبقى مبادره تخبي مهنتك فيها جميع المهن يخدموا نفسهم بنفسهم. يعني محافظه البحيره فيها الدكتور والنقاش والمحاسب والكهربائي يتعاقدوا مع بعض. حلو ان احنا برضه ناخد، يعني هتعمل مثلا جروب لمحافظه البحيره جروب، ولا هتعمل جروب كامل مثلا ان كلنا نبقى مع بعض؟ هو جروب كامل، ابلكيشن كامل فيه جميع المهن من جميع الوظائف جميع كله يتعرف على بعض عن طريق الفيديوهات اللي انت بتعملها، يخدموا بعض يخدموا بعض باسعار رمزيه او باسعار. ده هيبقى ابلكيشن قريب ان شاء الله، هينزل قريب ان شاء الله. افتخر بمهنتك ده ابلكيشن. الحفله اللي حضرتك هتعملها هتكرم فيها الناس كلها ولا هتبقى مختص بناس معينه؟ لا كل الناس هتكرم، كل الناس اللي حفله تكريميه ترفيهيه، حفله تكريميه للناس اللي هي اللي تكلم الناس شويه كده عن الحفله، الاعضاء مبادره افتخر بمهنتك، المنظمين، الناس البروز اللي هي العلامات اللي موجوده في مجال التجميل، دول هيحضروا برضو في مجال الفن، في مجال الرياضه، انت جميع المجالات. انا عازم جميع المجالات وكل هيتكرم. دي حفله ترفيهيه تكريميه تمام، بنختم بيها 2019 عشان نخش ان شاء الله على 2000 الموسم الجديد، على 2020 بشكل جديد. وطبعا مفاجاه بنقدمها لكم من خلال مبادره افتخر بمهنتك، المبادره التجميليه كوافير وافتخر لاكاديميه كوافير وافتخر لظهورها ان شاء الله في الاسواق، برضو هتنضم للابلكيشن افتخر بمهنتك كبراند قوي، يبقى فيه كوافير رجالي وكوافير حريمي وميك اب، هيبقوا ينزلوا المحافظات اونلاين لمشترك مبادره افتخر بمهنتك للعرايس والارسان. وطبعا احنا مقدمين مبادره الخير، مبادره كوافير وافتخر للعرايس الايتام والغير القادرين، وكل من ظهر معانا على شاشه صحه وجمال. معانا مكالمه. استاذه تيسير مساء الخير يا فندم. مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ المدربه الاكاديميه وخبيره التجميل السينمائي تيسير فهمي على ما اعتقد الصوت، يعني استاذ عماد اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه تيسير؟ مبادره تفتخر بمهنتك يعني حاجه مشرفه جدا وحاجه عظيمه، شرف لينا. اتفضلي قولي ايه رايك، وانت طبعا مدربه اكاديمي وخبيره تجميل سينمائي لمبادره افتخر بمهنتك. تيسير؟ ايوه. قولي رايك في المبادره. انا بقدم كل الشكر لاستاذ عماد ولاستاذ عوض، بجد مهنه افتخر بمهنتك من اعظم الحاجه اللي بتقوي الواحد وبتخلي المهنه حاجه عظيمه، وكل واحد يفتخر بمهنته فعلا. إيه وانا ان شاء الله معاكم في المبادره، مبادره افتخر بمهنتك، ومعاكم ان شاء الله في الجوكر. شرف لينا. وانا يشرفني ان انا ابقى معاكم اي حاجه، يعني رساله وشهاده حق من زميله عزيزه علينا. الفرصه الجميله دي اني اخش اعمل معاكم مكالمه، اكيد احنا اسعد بمكالمه حضرتك. سعداء جدا بيكي وشكرا بدعمكم ووقفتكم جنبنا في مجال الكوافير والتجميل، فعلا هو ده سبب ظهورنا وسبب وجودنا معاكم هنا. طبعا هنشوف صور التهاني هتنزل على الشاشه، فقره جديده طبعا موجوده دايما معاكم في مبادره افتخر بمهنتك، فقره التهاني، فقره مميزه لكل مشترك المبادره. اللي حابب يشترك ده طبعا الشيف المهاجر المصري خالد حسن شبل بيقدم تهنئه لابنه حسام لزواجه السعيد النهارده، حسام خالد فرحهم في حسام والعروسه دينا اشرف حفله الزفاف في فندق باراديس ان في المعموره اسكندريه. بقدم لكم من جروب البرنامج بقول لكم الف مبروك يا حسام، ونطلع فاصل بسيط ونرجع لكم، اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا لكم تاني، مبادرة افتخر بمهنتك، مبادرة الخير، مبادرة الأمل لكل شباب محافظات مصر في كل المهن. منتظرينكم إن شاء الله في حفلة الجوكر 30/12، للتواصل الأرقام موجودة على الشاشة. هنرجع تاني لفقرة التهاني، الفقرة المميزة لكل مشترك مبادرة افتخر بمهنتك. نطلب من الإخراج بعد إذنك نزلنا أول صورة للتهنئة.
صوره المولود ابن محمود المصري، سيتي بارك، حفله راس السنه سيتي بارك بجوار المستشفى العام كوم حماده، يتقدم المهندس وليد شعت لاهالي كوم حماده الكرام، وبيشكر مجلس مدينه كوم حماده وكل القائمين على تطوير مدينه كوم حماده وظهور مدينه كوم حماده بالشكل الجمالي. وسيحيي الحفل المطربه شيماء المغربي والمطرب احمد جهاد والمطرب محمد فتحي وفقره الساحر هيثم زكي. طبعا اهالي كوم حماده بيستعدوا لسنه جديده في بتطور من مجلس المدينه وكل القائمين على مدينه كوم حماده. طبعا اللي عايز يتواصل ويحضر الحفله الارقام موجوده على الشاشه. المهندس وليد شعد بيهنئ اهالي كوم حماده والبحيره براس السنه واحتفاليه راس السنه، وبيدعوهم ليوم عائلي، يوم ترفيهي، يوم 31/12 في سيتي بارك بجوار المستشفى العام. وزي ما قلنا هيحيي الحفل المطربه شيماء المغربي والمطرب احمد جاد والمطرب محمد فتحي وفقره الساحر للاطفال طبعا اللي هتعمل شو كويس ويوم جميل ترفيهي الساحر هيثم زكي. دايما انا بتشرف طبعا ان انا ابن كوم حماده وبلدي وافتخر. بدعو اهالي كوم حماده يقضي يوم جميل في سيتي بارك. للتواصل مع المهندس وليد شعت ابن كوم حماده، وبنشكره على المكان الجميل. نرجع لكم تاني. مستر عوض صبري، مبادره افتخر بمهنتك على مراحل السنه اللي فاتت وتعبك ومجهودك انها تظهر قدام الشاشه للناس، رساله تحب توجهها للشباب وكل مشترك المبادره؟ بقول لجميع الشباب الموجودين لجميع الحرف، اي واحد بيحب مهنته هيتقن فيها هيبقى فنان. حابب يشترك معانا في المبادره عشان لما تنزل ابلكيشن تحط اسمك ومكان شغلك ورقم تليفونك وتستفيد من الموجودين وتفيد غيرك. انا موجود وفي انتظارك وتشرفني في اي وقت. تيم عمل شركه ام تي للدعايه والتسويق التلفزيوني على المراحل 17 حلقه، قدمت فكرة دعاية لكذا مجال بأفكار ورؤية معينة، إن أنا كبراند أو كحرفة إن أنا أقدر أعمل إعلان للعملاء بتوعي وأطور من نفسي، إيه الفكرة؟ والله شركة AMT شركة قائمة، وحاولنا على قدر الإمكان نساعد الشباب، نساعد صحاب المحلات، نساعد جميع المهن. أي حد محتاج أي حاجة في الدعاية، في الإعلان، افتتاح محل، كروت، يوفط، اي حاجه خاصه بالدعايه والاعلان يتواصل مع في كمان توظيف لجميع المهن ان شاء الله في الابلكيشن اللي حضرتك قلت عليه ان شاء الله. نرجع بتهنئه ثانيه للمولود ادهم محمود المصري نجم اكاديمي افتخر بمهنتك. المولود السعيد ادهم محمود المصري، بنقدم له تهنئه بالمولود السعيد واسبوع النهارده، وبنقدم له تهنئه من تيم مبادره افتخر بمهنتك. مسيو محمود المصري نجم اكاديمي افتخر بمهنتك. نشوف برضو تهنئه تانية، الصور بقيه الصور اللي معانا ممكن تتعرض، ممكن نطلب المخرج يعرضها. طبعا المثل والقدوه لشباب مهنه الكوافير والتجميل في مصر والوطن العربي، فعلا قدوه للشباب مسيو ابراهيم الصغير اللي احنا بنعتذر على الهواء وكل التيم بيعتذر على عدم الحضور، كان عندنا تصوير يوميها. فان شاء الله ان تيم العمل يجي في وجودك ويبارك لك باذن الله مع حضور شخصيات وقامات موجوده، الاستاذ احمد ابو هشيمه رجل الاعمال المعروف، ولاعبي كتير من لاعبي الاهلي والزمالك وصلوا يوم افتتاح الاستاذ ابراهيم الصغير. طبعا ده الصوره المعروضه دي للمطرب احمد جاد اللي هيبقى موجود في سيتي بارك، المطربين اللي موجودين في حفلة راس السنة في سيتي بارك، المطرب أحمد جاد ومحمد فتحي والساحر هيثم زكي والمطربة شيماء المغربي، دول النجوم اللي هيحيوا حفلة راس السنة في سيتي بارك بجوار المستشفى العام في كوم حمادة. المطربة شيماء المغربي إن شاء الله يوم مميز لأهل كوم حمادة، يوم ترفيهي في راس السنة طبعا. سيتي بارك بجوار المستشفى العام، دي صور المطربين اللي كانت معروضة اللي هتحيي حفلة راس السنة في كوم حمادة. لو باقي معانا صور نعرضها تاني بعد اذن الاخراج، عشان ده طبعا الاستاذه رشا رجب الاسكندريه
الهانوفيل الرئيسي امام كارفور عماره منير شحاته، مبادره افتخر بمهنتك وبرنامج افتخر بمهنتك بهنها بالافتتاح المدربه الاكاديميه رشا رجب من الاسكندريه، اللي حابب يتواصل معاها اذا كان عرايس ايتام او عرايس ده شغلهم بيقدموه. نقول لك الف مبروك يا رشا، وان شاء الله تكون فتحه خير عليكي، وان شاء الله معانا في المبادره، واكيد هتحضري معانا الحفله ان شاء الله. لو باقي برضو اخر صور ممكن نعرضها، ممكن الاعداد برضو يعرضها لنا. خلاص تمام. فقره التهاني دي لكل مشترك مبادره افتخر بمهنتك قدمناها على مراحل 17 حلقه. هنرجع لمؤسس مبادره افتخر بمهنتك مستر عوض صبري، كلمة أخيرة ورسالة أخيرة حابب توجهها. دايما السؤال ده بنقوله صح يا شيماء، بنقوله لا بس أنا عايزة أقول لك بقى قبل ما توجه الرسالة كده للشباب والناس واللي معانا، أنا عايزة أسألك بقى يعني قول لي كده كلمة حلوة كده للناس اللي اشتغلت معاك، اديني حاجة كده للتيم اللي اشتغل معاك. طبعا بشكر كل الناس اللي ساعدوني ووقفوا جنب مني، وأولهم عماد شبل ده أساسا مؤسس مبادرة افتخر بمهنتك الأصلي، وأنا متبنيه هو وفكرته، وبشكر متبنيين احنا كمان وبشكركم جدا واحد واحد بدعمك وتوجيهاتك وكل الشباب اللي معانا في مبادرة افتخر بمهنتك فردا فردا من كل المحافظات. بنشكركم على الشكل الجمالي على خلال 17 حلقة موجودين قدامكم في قناة الصحة والجمال. انتظرونا بشكل جديد في 2020 مبادرة افتخر بمهنتك، المثل القدوة الشباب لكل المهن الحرفية والفنية والرياضية والثقافية. انتظرونا على كورنيش المعادي، نستناكم في حفلة الجوكر إن شاء الله. حفلة الجوكر 30/12. كلمة أخيرة يا أستاذ عوض. يلا شرفونا في 30/12 حفلة الجوكر، هتلاقوا حاجات حلوة جدا هتعجبكم، ونبتدي مع بعض سنة جديدة إن شاء الله. وكل سنة طيبين. كل سنة حضرتك طيب. رسالة عوض صبري. رسالة أخيرة، رسالة أخيرة لممتهني مهنة الكوافير والتجميل في مصر، بما ان مبادره افتخر بمهنتك المبادره التجميليه وهي ذراع اعلامي لكل مجال الكوافير والتجميل، رجاء من اخ وزميل مهنه ليكو اللي بيحصل على صفحات السوشيال ميديا، رجاء اسعى ورا حلمك وكمل، وكل واحد فينا يجتهد لشغله هيوصل بتعبه بمجهوده، وركز في شغلك بس. عايزه اقول كل سنه وانت طيبه يا رشا صاحبتي وحبيبتي، وكل سنه وانت طيبه يا رحاب، واستاذ محمود السرسي واستاذ ايمان حجازي كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ان شاء الله دايما في تفوق. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبادره الشباب افتخر بمهنتك، مبادره الامل، مبادره الخير.